أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أسجل طبعا شكر وتقدير لكل السادة حضور الضيوف وكل السادة الزملاء والزميلات، ولأجل من الكلمات معبر به عن سعادتي البالغة في هذا الاجتماع الأول بعد نجاح المجلس الجديد المقيم، ونتمنى من الله أن نكون عند حسن ظن الجميع. نتمنى أن ننجز ما وعدنا به، ولن نستطيع بكل وضوح وصراحة أن ننجز شيء مما وعدنا به إلا باتحاد المرشدين جميعا خلف نقابتهم ومجالسهم. باختصار شديد مش هطول عليكم عشان احنا النهارده عايزين نتكلم مع بعض أكثر من اثنين عشان نعيش جو جميل. احنا عايزين نقول ملامح العمل في المرحلة الجاية. بداية احنا عايزين نقول ان النقابة باينة لكل المرشدين السياحيين بلا استثناء. الهدف الأول من اليوم الأول هو توحيد الصف، توحيد كل الكفاءات، توحيد كل المرشدين السياحيين على قلب رجل واحد من أجل النهوض بالمهنة، إعادة هيكلة النقابة، إعادة رسم إطار جديد لمهنة الإرشاد السياحي في مصر طبقا للقانون والدستور بما يحفظ المهنة ويعيدها إلى سابق عصرها الذهبي. طبعا لا يخفى على أحد أن المرشدين السياحيين صابرين صامدين أكثر من 5 سنوات دون أي التفات من مؤسسات الدولة يذكر على الإطلاق. إحنا حقنا محفوظ وعارفين إنه محفوظ عند بلدنا، وعشان كده إحنا صابرين وصامدين، وفي أقرب فرصة إن شاء الله هيكون في نظرة تقدير من الدولة. ولكن إحنا بما إننا وطنيين وكفاءة في الوطنية، ولا يستطيع أحد في المجتمع المصري أو خارج مصر أن يزايد على وطنية المرشد السياحي، فنحن صابرون وعلى لقاء وموعد مع تحقيق كافة الأمنيات والطموحات لكافة المرشدين السياحيين. توجه النقابة في المرحلة القادمة هو حل مشكلات المرشد السياحي الاجتماعية والصحية، إيجاد مقرات جديدة للنقابة حيث أن المقرات لدينا ما زالت بالإيجار، إحنا ممكن نبقى في أي مكان بره. أنا لم أجد في مصر أي نقابة من النقابات المهنية ليس لها مقر تمليك، ليس لها تأمين صحي، ليس لها صندوق تكافل اجتماعي، ليس لديها صندوق أزمات، ليس 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 ليس. لو مشينا ورا كلمة ليس هنجد إن إحنا، أنا آسف في هذا المنظور، ليس لدينا نقابة مهنية بالفعل تحمي حقوق أفراد النقابة. فدعونا ننسى كل الماضي، نستدر خبرات ومعلومات كل من سبقونا في المجالس النقابية السابقة، ومعلومات وخبرات كل الزملاء والزميلات في شتى مجالات الحياة، ونصل بالنقابة أن تكون النقابة المؤسسة، والمؤسسة التي لا تعتمد على فرد. إذا حسن مشي من النقابة، إذا نجوى، إذا أمير، إذا وجيه، إذا أي حد مشي من النقابة، تظل النقابة قائمة، تظل النقابة تؤدي واجبها لدى جميع الأفراد، تظل النقابة هي المقصد الأول والأخير لكل مرشد سياحي. دعونا نتحد معا نبني مؤسسة حقيقية تنفع مصر، تنشط السياحة، تفيد المرشد السياحي. أشكركم جميعا ولن أطيل عليكم وسأترك الميكروفون لأصدقائي. سياحية وزوجة نقيب المرشدين السياحيين حسن رحلة، وأنا بعمل في الإرشاد بقالي 12 سنة، وإحنا عندنا أمل كبير قوي في المجلس الجديد وفي النقابة، وإحنا نتمنى إن المرشدين كلهم يبقوا إيد واحدة ويتحدوا عشان نوصل لكل مطالبنا وأمنياتنا ونحقق كل اللي إحنا بنتمناه في نقابتنا، وترجع السياحة تاني. وإحنا دلوقتي يعني بنتمنى ان السياحه ترجع تاني ويعود الشغل تاني وتعود السياحه ودخل قومي يزيد بتاع مصر، وان شاء الله مصر مستقره باذن الله، ما فيش ارهاب في مصر تاني ومصر امان. شيرين ابو سعود مرشد انجليزي وعضو مجلس نقابه المرشدين السياحيين. النهارده كان اول لقاء بينا كمرشدين من فتره طويله جدا، كان حفل افطار جماعي للمرشدين السياحيين، وان شاء الله باذن الله هيبقى مش الاخير باذن الله. النهارده عدد الحضور كان عدد معقول جدا، وبنعمل ان شاء الله ان التجربه دي ناخدها كل شويه، لان احنا محتاجين ان احنا نقعد مع بعض كتير، بقالنا فتره طويله جدا ما قعدناش مع بعض. السياحه متوقفه من فتره، زمايلنا كلهم اغلبنا ما شفناش بعض من سنين، فده الحاجه حلوه ان احنا قدرنا نتجمع النهارده، وان شاء الله باذن الله هنتجمع كتير. والنهارده بقينا كانت تجربة حلوة لان احنا اتعرفنا على المجلس الجديد بتاعنا، واعتقد ان المرشدين عندهم فرصة النهاردة اي سؤال يسألوه للمجلس الجديد يسألوه،
والنهاردة أعلننا عن اللجان الموجودة في المجلس الجديد اللي احنا بنحاول نعملها إن شاء الله عشان نقدر نجمع المرشدين ونقدر نخوض إن شاء الله تجربة تبقى مثمرة للمرشدين بعد فترة للأسف فترة عذاب طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خالد سعيد مرشد سياحي لغة إسبانية، أمين صندوق النقابة العامة للمرشدين السياحيين والمتحدث الإعلامي للنقابة. استكمال لكلام شيرين، بصراحة الإفطار النهاردة أنا سعيد به زي كل الزملاء، مش بس في أعضاء مجلس النقابة لكن كل الزملاء اللي حضروا. أنا حسيت بأجواء حميمية إحنا بنعيشها وعايشينها دلوقتي، لأن ما أقدرش أنكر إن المرشدين يعني مش عايز أقول محبطين من الفترات السابقة بسبب انحصار السياحة وبسبب برضو بعض التداعيات، فأنا أعذرهم في هذا الجانب. لكن اللي احنا بنحاول نعمله برضو ان احنا مش عايزين نخلي أي إحباط أو يأس يتسلل إلى قلوبنا رغم الظروف السيئة، احنا بنحاول نحولها لتلاحم وإيجابية. واللي أنا لاحظته النهاردة بصراحة احنا مكناش متوقعين العدد ده، لكن العدد بيثبت لنا حاجة مهمة، إن الناس فعلا بدأت تفهم إيه هو فكر المجلس الجديد وبتتلاحم معاه، والأجواء حميمية جدا. وكأمين صندوق النقابة أنا بتمنى طبعا إن أنا أصفي مع زملائي كل القضايا المعلقة عشان نقدر نملأ الصندوق مش بتنمية الموارد وبس، لكن القضايا المعلقة اللي فيها فلوس ببساطة كده بقول من المجالس السابقة في أجواء ودية. Thank you.